اليوم قفلت 18 سنة وجيت باش نسجل باش ندي بطاقة ناخب باش نشارك في انتخابات الرئاسية، وهذا كامل من أجل الوطن. أنا اليوم جيت نجدد بطاقة الناخب الخاصة بي، راحت لي، تقدمت للمقر، فهموني، استقبلوني استقبال مليح، فهموني، قالوا لي واش الإجراءات اللي ديرها. تقدمت للمقر السلطة هنا في البلدية باه نسجل روحي في القائمة الانتخابية باه نجبد بطاقة الناخب، ومام طون جيت نسجل الزوجة وأفراد العائلة باه نشاركوا بقوة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، اللي نتمنى من الشعب إن شاء الله يكون يد واحدة من أجل اختيار الأفضل لقيادة هذه البلاد. اليوم افتتحنا محضر مع اللجنة الانتخابية، كما شفتوا الشيء مبشر بالخير، يعني عندنا إقبال يعني لا بأس به، وخصوصا من فئة الشباب يعني مسجلين جبل. اليوم العملية تتم يعني بشطب الناس اللي توفوا رحمهم الله، وكاين الناس اللي عملية الشطب اللي تغير الناس اللي غير الإقامة تاعهم.